إذا صلى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة، فإن كان هناك فاصل شارع مثلا أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة فلا بأس بذلك. أما إذا كان قريبا يلي المسجد مباشرة وليس فيه جدار أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.